أهم نقطتين أو قانونين لأي واحد مهتم بإحداث تغيير حتى في بيته، في أسرته، مع زوجته، في الحزب بتاعه، في المدرسة، في المكتبة، يعني أي مكان أنت عاوز تغير فيه عندك، اتعلم معايا نقطتين مهمين جدا. لابد أن يكون عندك جاهزية وأن تغتنم الفرصة. الفرص بتأتي على مستوى الاجتماعي، بتأتي ابنك فجأة كده جيلك عاوز يقرأ كتاب بعد ما كان بيقرأ المدرسة. على مستوى المصنع بتجد العامل عاوز يبدأ ينتج، جات لك هذه الفرصة. على مستوى التغيير فجأة الشعب ينتفض ويدرك اللحظة التاريخية. لكن غالبا كل اللي أنا ذكرته الآن ممكن يضيع لأنك ليس عندك جاهزية. إذا ابنك قال لك عاوز أقرأ وانت أب لا تقدر القراءة ومش معترف أصلا بأهمية التعليم، هذه الفرصة مع ابنك هتضيع لأنك لا تملك الجاهزية. إذا الشعب مرة ما تحرك وانتفض وأراد أن يأخذ حقوقه لكن النخبة ليس عندها جاهزية، تضيع هذه الفرصة. إذا المدرسين في المدرسة قرروا يكونوا ولاد حلال ويعلموا الأولاد وبطلوا دروس خصوصية لكن مدير المدرسة لا يعرف كيف يعزز هذه الفرصة، ليس عنده جاهزية، تمر هذه اللحظة التاريخية. غالبا أي تغيير نجح في الدنيا كلها، الهند، الصين، سريلانكا، ماليزيا، كان دائما حصل تحالف ما بين الفرصة وبين الجاهزية. أنا أعتقد وأزعم ستأتي للشعوب العربية مئات الفرص، لكن السؤال اللي يزعجني، هل فعلا نحن نملك الجاهزية؟ عندنا قدرة أن نلتقط اللحظة التاريخية؟ نحن في ظروف لإحداث تغيير ثقافي وإصلاح ديني واجتماعي أكثر من عهد الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة جوم في عصر كان فيه كسرى وقيصر والفراعنة، ما فيش حاجة اسمها لا شورى ولا ديمقراطية، ثم جاء الصحابة قالوا لا وأمرهم شورى بينهم. يعني الصحابة كانوا يتحركون عكس حركة التاريخ، ورغم ذلك نجحوا إلى درجة كبيرة. نحن الآن لابد أن نتحرك مع عجلة التاريخ. الشعوب الآن الحرية، أمريكا اللاتينية تنتفض، الهند بتتحرك، كله الآن بيسعى. نحن متخلفون عن حركة التاريخ. عندك فرصة الآن أن حركة التاريخ معك. إذا عندك الفرصة، نحتاج أن نمتلك كثير من من الجاهزية. أعتقد دي قانون مهم جدا، الفرصة والجاهزية لإحداث التغيير في أي مستوى. أعتقد دورنا الآن نمتلك الجاهزية والفرص ستأتي شئنا أم أبينا.